أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا دكتورة فاطمة؟ ازيك يا دكتورة ضحى؟ كنت خلاص هبدأ مع فاطمة بس جت ضحى في الآخر، الحمد لله كويس. سامعاني يا دكتورة فاطمة؟ سامعاني يا دكتورة ضحى؟ سامع حضرتك يا دكتور ياسر. فاطمة، دكتورة فاطمة معايا؟ ماشي. عامة أنا هبدأ عشان ما أخدش وقت، خلص معلش اتأخرت شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كل محاضرة هبدأها هقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، أي عمل تبدأ بيه بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الانهليشنال. هنكمل ايه الانهليشنال دي ان شاء الله اخر مره، وهي محاضره ان شاء الله قصيره، ان شاء الله قصيره. بس في المره اللي فاتت انا طبعا في المحاضره بحاول اسمعها تاني مع نفسي واشوف فيها اخطاء ولا لا، واشوف السلايد بتاعتي فيها اخطاء ولا لا. في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الهالوسين والانفلورين والايزو والسيفو والديس والنيتروس اوكسيد والزينون. الكلام ده لازم تكون عارف ترسم المولكيولر ستراكشر بتاعهم. وقلنا الكيميكال ستراكشر بتاعهم كالاتي: الهالوسين بيتكون من الثلاثه الهالوجين، الكلورايد السي ال، البي ار، والاف. عشان كده وزنه تقيل 197. والمولكيولر ستراكشر اللي بين الانفلورين والايزوفلورين المفروض يكونوا الاثنين شبه بعض بالظبط. ليه؟ لانهم حاجه اسمه بوزيشنال ايزومر، يعني الحاجه اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا. ما دام كلمه ايزومر يبقى الحاجه اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا. في السلايد اللي فاتت كنت عامل المولكيولر ستراكشر كده بالظبط زي ما انتم شايفين. المولكيولر ستراكشر بتاع الانفلورين ده غلط. ليه؟ لان هو المفروض زي يكون زي الايزو، لانه بوزيشنال ايزومر. بوزيشنال يعني الموقع بس بتاع الحاجات الكيميائيه اتغير، انما ايزومر يعني اللي هنا زي هنا. فطبعا لو بصينا في السلايد دي هنلاقي الانفلورين ما فيهوش سي ال، يبقى اكيد التركيب الكيميائي بتاعه غلط. راجعت الكتب، انا جبت المولكيولر ستراكشر من الكتاب ده، للاسف لقيته فعلا غلط، مكتوب غلط. في صفحه 22، في صفحه 26 كاتب الانفلورين زي ما انا كاتبه هنا، كاتب الانفلورين للاسف زي ما انا كاتبه هنا. وفي المقابل صفحة 22 بال 26 بقى كتبوا صح. فبالتالي هنصحح احنا اللي عملناه. هيروح فين ده؟ هيتصحح كده. هيبقى هو ده الديسفلورين. والانفلورين هيبقى زي الايزوفلورين، لكن البوزيشن بتاع السي ال او الكلورين متغير. هنا بقى في السي اللي بعد الاو في الايزو، وفي السي الثانية في الانفلورين. كده بالظبط كده حاجة اتظبطت. أنا حتى وأنا بقول المحاضرة شكيت في نفسي، فلما رجعتها لقيتها. خلاص؟ السيفوفلورين سي اف 3 سي اف 3. أنا قلت بقى عشان أوضحه أكتر، عشان ممكن واحد يشوف في كتاب يلاقي الملوكر بتاعه كبير، يعني كاتبينه بطريقة كبيرة، فلما تحل السي اف 3 ده تلاقي السي اف 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 وتحت سي اف اف اف، هيبقى كده. بس يعني ده زي ده، تكتبي كده تكتبي كده، المهم تكوني عارفه ان السيفوفلورين بلو فلورينيتد ايثير، اكتر واحد يحتوي على الفلورايد، وده اللي بيخليه والله اعلم والله اعلم ان يعمل رينال توكسيستي الفلورايد ده، لان الميتابوليزم بتاعه لما بيتكسر بيطلع فلورايد. الهالوسين بيتكسر بيطلع برومايد، بيطلع كلورين، بيطلع فلورين، الحاجات دي مؤذيه. فكل ما الموليكيول ده ما حصلوش ميتابوليزم من الانهيليشنال ما حصلوش ميتابوليزم، كل ما يكون سيف على العيان. عشان كده اقل حاجه تقريبا الديسفلورين اقل ميتابوليزم 2 من 100، يعني تقريبا صفر. فده أأمن حاجه، ما بيعملش توكسيستي. خلاص ركزنا كده اهو. البوزيشنال اهو، البوزيشن ده بعد الاو وده بعد السي الثاني، في السي الثاني. خلاص كده اسمه بوزيشن، كده اتظبط بقى كده السلايد دي اتظبط. الخطا الثاني، انا لما اتكلمت على الهالوسين قلت ما يميزه ايه؟ انت سمعتيها يا ضحى المحاضره اللي فاتت؟
ضحى سامعاني؟ الو. ايوه يا دكتوره ضحى، انت سمعت المحاضره لا اللي لا ما سمعتهاش، ما سمعتهاش يا دكتوره دكتور. فاطمه؟ سمعتها، ما انا كنت حاضراها. طب ماشي، الهلوسين كان في حاجه بتميزه، اربع حاجات كده بيميزوه. الهلوسين كان اكتر واحد بوتنت، وكان عنده اكتر، كان تقيل، كان موليكولا ويت بتاعه كان تقيل، صح ماشي، وكان في ان هو البارتيشن كوفيشنت بتاعه كان اكتر واحد فيهم، كان اتنين وشويه ضربات ماشي جزء، مظبوط، البارتيشن وكان وكان كان بوتنت. في حاجه تاني ما قلتهاش، ماشي. لا كان حاجات وزنه بقى تقيل. مميزه ما بيعملهاش الا الهالوسين، افتكري كده هو السلايد دي. اكتر واحد فيهم بوتد، وهيباتك على الهيباتك بيأثر على الهيباتك. برافو عليك، هالوسين هيباتايتس. قلنا بنحط الماسي وبيعمل جوه كمان الماسي مع جوه ده. البريا، مع البرالايم، بيعمل تأثير مع البرالايم. لا مش ده، ده التاس ولا ده التاني كان مع السيبو. ده كان مع السيفو؟ السيفو، السيبو. ده مع السيفو. طيب زي ما انت قلت كل اللي انت قلتيه صح. ماشي؟ زياده عليه ان احنا قلنا بيتخزن معاه او بنحطه فيه، بنحط فيه واحد من 100% صيمول. الصيمول ده بيعمل ايه؟ ما بيخليش البرومين يطلع، البرومين لو طلع ده بيأذي. الفلورين بيطلع بيأذي، الكلورين بيطلع بيأذي. فهم بيحطوا معاه الصيمول عشان يمنع الليبريشن ويخليه برومين. قلنا كمان ان اي عيان خلال 3 شهور اتعرض لهالوسين ما ادلوش تاني. اي عيان حصل له بريفيوس اكشن من الهالوسين رياكشن ما ادلوش تاني. عنده ليفر ديزيز ما ادلوش تاني. خلاص؟ لو حصل له جوندس او فيفر غير معروف سببها بعد ما اتخدر بهالوسين، غير معروف سببها بعد ما اتخدر ما ادلوش تاني. افويد، ما ادلوش بتاتا. وانا قلت لكم ان في دكتور معانا في العظام حصل له رياكشن من شمه الهالوسين، ممنوع يتعرض للهالوسين بتاتا طول حياته. ده مش ما غلطتش فيه. اتكلمت بعديها على الهالوسين هيباتيتس، قلت ده نوعين. قلت فيه نوع طيب، طيب 1 مايلد، طيب 2 سيفير. قلت ده بيحصل بالريدكتيف والاوكسيديتيف، واحد بيحصل من الريدكتيف وواحد يحصل بالاوكسيديتيف ميتابوليزم، واحد بسبب ميتابوليزم اختزالي والتاني بسبب ميتابوليزم اوكسيديتيف مؤكسد. عكسته بقى المره اللي فاتت، المهم من غير ما اعكسه عشان ما الخبطكمش. الحاجه الاخيره احنا قلنا ايه؟ ان هو كورودز، يعني بياكل في الالومنيوم والقصدير والرصاص والمغنيسيوم. عشان كده الافضل ان انت ما تخزنيش هالوسين في الفابورايزر بتاعه. ليه؟ لانه بياكل في الميتالز بتاعته. لو ركنت هالوسين في الفابورايزر، لو ركنت هالوسين في الفابورايزر بتاعه شويه، ممكن تلاقي الفابورايزر ده اتبهدل، تلاقي فيه كده ترسبات، اللي حصل له تاكل، حصل له صدى، باظ اتبهدل. تيجي تملاه، ده موجوده وشفته في الندى، في مستشفى الندى. تيجي تمليه تلاقيه بيتملي بسرعه. ليه؟ لانه خلاص اتاكل، خلاص مفيش مكان يتحط فيه. فالافضل كده. الخطا بقى اللي انا قلته اصححه في السلايد الجديده، انواع الهالوسين هيباتيتس. تايب 1 مايلد وتايب 2 سيفير. ماشي؟ تايب 1 مايلد ده ريدكتيف ميتابوليزم، بسبب الريدكتيف ميتابوليزم، ده اللي انا كنت عاكسها المره اللي فاتت. تايب 2 بالاوكسيديتيف ميتابوليزم. لكن الاوكسيديشن ده بيطلع حاجه اسمها تراي فلورو اسيتيك اسيد. تراي فلورو اسيتيك اسيد. ده هو ده المؤذي. ده هو ده الايه؟ معايا يا دكتوره فاطمه؟ ياسر ايوه معاك. تراي فلورو اسيتيل كلورايد. تراي فلورو اسيتيل وخلاص. ده مشكلته ايه بقى؟ مشكلته ان هو بيروح الميتابوليزم اللي بيطلع ده لما الهالوسين حصل له اوكسيديتيف ميتابوليزم وطلع المركب ده التي اف اي ده التراي فلورو اسيتيل، مسك مع الليفر سيل. فلما مسك مع الليفر سيل عمل حاجه اسمه هابتين. الهابتين ده الجسم اتعرف عليه على انه انتيجين، راح مطلع ضده انتي بادي. عشان كده ده اميون ميدييتد. مطلع الانتي بادي راحت بو 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 دمرت الكبد. عشان كده بيحصل ماسيف نكروزيس، بيحصل فالمنانت هيباتيتس او ليفر فيلير. مورتاليتي بتصل ل 70%. عباره عن ايه؟ كانك فيلير بالظبط. جوندس، فيفر، ماركت اليفيتد هيباتيك ترانسامينيزيس.
بينما في المقابل تقريبا 30% من العينين اللي بياخدوا هلوسين بيحصل لهم سيلف ليميتد مايلد ترانزيانت انكريز مايلد ترانزيانت، انما ده ماركت اليفيتد التايب 2 ده اللي بيموت، اللي بيموت ده بيموت تقريبا، انما ده عادي مع 30% من العينين اللي بيتعرضوا للهلوسين بيحصل لهم مايلد ترانزيانت انكريزز في الهيباتيك ترانسامينيز. تيجي تسحبي لهم ترانسامينيز اللي تي والسي تي بعد العمليه ما تعرض للهلوسين هتلاقي زاد حاجه بسيطه وشويه وهتلاقيه راح بسبب ايه؟ هيباتيك هايبوكسيا. مع العلم ان الهلوسين او اي حاجه بتقلل الهيباتيك بلاد فلو عشان كده بيحصل ايه؟ هيباتيك هايبوكسيا. لكن الاساس الميتابوليزم، هنا ريدكتيف ميتابوليزم، هنا اوكسيديتيف ميتابوليزم، طلع مركب مؤذي توكسيك تي اف اي وعمل القصص دي كلها. الحاجه الثالثه برضو المره اللي فاتت كنا في شريحه اسمها سميناها الشريحه الزرقاء. طب يا دكتوره فاطمه اول حاجه الزرقاء في اللي احنا بنديه نيتروس، نيتروس عشان كده سميتها شريحه زرقاء، كل حاجه فيها زرقاء. ليه زرقاء؟ ليه يعني الزرقاء؟ قال لي قال نيتروس اللي يعني اللي بيخليه ازرق، يعني يعني ايه اللي فيه الازرق؟ الاسطوانه بتاعته زرقاء ها صح؟ الخراطيم بتاعته زرقاء، الشولدر بتاعه ازرق برضه. الايه؟ الشولدر بتاعه ازرق، الفلوميتر بتاعه ازرق صح ولا لا؟ كله ازرق فازرق، ازرق فازرق. طب قال الازرق فابيض؟ انتينوكس. برافو عليك يا دكتور. طب الانتينوكس ده كام في كام؟ كام وكام يعني؟ بيتكون من كام وكام؟ 50 50 50 50. الله عليك يا ضحى، ما انت عشان مذاكره. ماشي. ادي النيتروس. اتكلمنا عن النيتروس ان هو بيتصنع ازاي يا دكتوره فاطمه؟ بنغلي الالومنيوم مش عارف ايه كده على 200 او 250 امونيوم نيتريت. عند كام؟ اه الومنيوم نيتريت عند كام؟ 240 ل 250. برافو عليك. ماينس. لا ماينس ازاي بتغليها عند ماينس يعني ازاي؟ مش عارف هو بيقول لي 240 ل 250. طب ليش معنى دي درجه الحراره دي؟ اللي هو اتغلى على حاجه ثانيه غيرها بيطلع مواد ثانيه مش اللي انا عايزاها. برافو عليك. طب المعلقه دي كان ناقصها، قلنا المره اللي فاتت كان ناقصها حاجه. ميه، 2 ميه، امبولين ميه. برافو عليك. 2 اتش 2 او. هو شكلك بسم الله ما شاء الله ماشي. حلو بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظ عقلك. كان بيطلع ايه بقى؟ لو ما تسخنش عند ده وقلنا التمبريتشر بتاعته التمبريتشر بتاعته تايت بقى تايت كنترول هيطلع لي حاجه امبريورتيز. يعني ايه امبريورتيز؟ يعني شوائب. اه الشوائب دي قلنا الشوائب دي عباره عن امونيا، امونيا ان اتش 3، نيتروجين ان 2، نيتريك اوكسايد، نيتريك نيتروس داي اوكسايد، شوف قد ايه، واتش ان او 3. خلاص كده. ونشادر يعني امونيا ونشادر. الحاجات دي لو راحت للعيان بتفرتك الرئه، بتعمل ايروي اريتيشن، وفي خلال ساعات بتعمل له بالمونري ايديما، وفي خلال اسابيع اسبوعين لثلاثه بتدستركت اللنج. فلازم يطلعوها. العيان ما ياخدش الحاجات دي بتاتا. الاربعه الامبريور الخمسه امبريورتس دول ما يخشوش العيان. فبيعملوا ايه؟ بيعدوا المركبات دي او بعد ما غالوا الامونيوم نيتريت بيعدوه على سكرابرز. سكرابرز يعني اجهزه تنظيف. بيعدوها على ميه، بيعدوها على صودا كاويه، بيعدوها على الثلاثه دول. فالحاجات دي بتطلع. فالعيان بياخد النيتراس فقط لا غير. شوف بيعدى على دي 240 250 لازم عشان الحاجات الشوائب دي. وقلنا ان هو بيتخزن في ايه؟ ممكن يتخزن في تانك؟ لا، بيتخزن في اسطوانات. لونها ايه يا دكتوره فاطمه؟ لونها ازرق. ازرق فازرق. عنده ضغط 51. طب انما ضغط الاسطوانات الاكسجين كام؟ ضغطها 140 ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها حاجه، مش فاكره. 137 الرقم ده تحفظيه. 137 اي اسطوانه اكسجين في العالم 137. خلاص. وقلنا الكريتيكال تمبريشر بتاعته، قلنا الكريتيكال بريشر. الكريتيكال بريشر دي يعني البريشر اللي انا عايزه عند الكريتيكال تمبريشر عشان الاكوفاي الجاز. واتكلمنا على الانتروكس زي ما انتوا قلتوا 50 و50، وحاجه اسمها بوينتنج افكت. يعني لما انا بخلط غازين بيطلعوا لي غاز ما بينطبقش، بيتغير الخواص بتاعته، الخواص بتاعته ولا تنطبق مع ده او ده. خلاص ده اسمها زودو تمبريتشر. اتكلمنا بقى المره اللي فاتت ما استفدتش في القصه دي. بس
تأثيره على الكلوزد جاز سبيس، وده من أخطر تأثيرات النيتراس المؤذية. هو حلو وجميل ويا ريت يبقى عندنا، ماشي؟ وسيبك ان هم لغوه، ممتاز والافضل منه طبعا انتونوكس، لكن ليه تاثير تاثيرات ضاره. كل حاجه ليها، مفيش حاجه اسمها الكمال لله وحده، مفيش حاجه كامله، مفيش حاجه كامله في العالم كله، مفيش تفسير كامل، مفيش برزنتيشن هيبقى كامل، مفيش كتاب مش هيبقى فيه خطا. شوف الكتاب اللي فات ده، ماستر باس ده من احسن الكتب اللي تخش فيها دبلومه اوروبيه، ولكن في اخطاء. مورجان في اخطاء عادي، تناقض ما عدا المصحف. طبعا ما ده كلام ربنا، ما انا بقول لك الكمال لله وحده. الافكت كلوست جاز سبيس قلنا بيترتب يعني حسب التايم اوف سبيس، حسب الوقت اللي تعرضه للسبيس، حسب البيرسنت انا فاتح على كام، حسب الاندوتراكيال تيوب يتاثر بيها، واخر حاجه الأرض. لكن الافضل ان انا الغي التايم، ما اقولش تايم وبيرسنت، انا اقول تايم وبيرسنت الاثنين مع بعض، لان هو مع الاثنين مع بعض انا فتحت 50% لمده قد ايه، فتحت 40% لمده قد ايه، فتحت 4 ساعات كان على كام. ايه القصه بقى ده؟ ركزوا معايا، ما استفدتش فيها المره اللي فاتت. ال 25 دي ذوبان النيتروس اوكسايد اكتر 25 ميه من النيتروجين، اللي هو اسرع اصلا من الاكسجين. فلما يخش في الجسم، دخوله في السبيسز بيعوق خروج النيتروجين من السبيسز، فبيخليها تكبر. يبقى 25 دي يعني الديفيوجن كاباسيتي بتاعته فيري هاي ديفيوزابل، 25 مره قد النيتروجين. خلاص بيتاثر بيها ايه؟ التايب اوف ذا سبيس. التايب اوف ذا سبيس ده يعني لو كومبلاينت ولا نون كومبلاينت، يعني ياخد فوليوم ولا ما ياخدش فوليوم. لو كومبلاينت هيزود الفوليوم. كومبلاينت زي ايه؟ زي الباول، الامعاء، زي البلوره، زي البروتين الكافيتي، تاخد هواء بس في المقابل الفوليوم بتاعها بيزيد. طب لو نون كومبلاينت، حاجه ما بتزيدش في الحجم، هتزيد في الايه؟ في الضغط، ميدل اير، ساينس، مخ. خلاص، يبقى تايب اوف ذا سبيس كومبلاينت ولا نون كومبلاينت، اكسباند ولا نون اكسباند، باول ولا ساينس، بلورا ولا ميدل اير. بيزود، هو بيزود كل ده بس حسب السبيس، يا اما يزود الفوليوم يا اما يزود البريشر. التايم والبيرسنت، شوفوا بقى، ركزوا معايا في التايم والبيرسنت. هوين نيتروس اوكسايد از ادمنستريتد ان كونسنتريشن 75%، هو ينفع نعدي العين 75%؟ او اميزه يا دكتوره فاطمه ان انا ادي العيان 75% نيتروس من بتاع ده اللي هي الكونسنتريتد افكت والسكند جاز افكت؟ برافو عليك يا دكتوره فاطمه، الله يبارك فيكي وربنا يحفظ عقلك بصراحه، ربنا يديك على قد اجتهادك يا رب. اللهم امين. ماشي، الكونسنتريشن افكت ده يعني يخص ايه او يعني بيعمل ايه؟ يخص النيتروس، يعني النيتروس نفسه لما بزوده بكميه كبيره هيزود نفسه، انما سكند جاز افكت هو هيزود تركيز الانسيتك انهشنال اللي انا اعطيها معاه. لو فتحها مثلا على واحد يبقى اثنين، لو فتحها على اثنين مثلا تبقى ثلاثه، على حسب التركيز. الله ينور عليك. انت معايا يا ضحى؟ مع حضرتك يا دكتور ياسر. لو انا طب هو انا ينفع افتح للعيان 75% نيتروس؟ ينفع؟ مش المفروض بيبقى فيه بروبورشننج سيستم هتزود برضو نسبه الاكسجين مع ده؟ هو البروبورشن اسيسمنت بتاع الفلوميتر ده هيوصل للرقم ده؟ ده قال يوصل لرقم ايه؟ 75 اخره. ما تعرفيش هو 3 لواحد اقصى حاجه؟ ايه؟ 1 ل 3 اقصى حاجه 3 لواحد من النيتروس 1 ل 3 75 ل 25، اقل من كده مش هيشتغل. انت كده بتدي العيان هايبوكسيك ميكتشر. فانا لو اديته بقى الماكسيمم 75% و25% اكسجين، لو اديته في خلال نص ساعه اي واحد نون كومبلاينت، اي كومبلاينت سبيس هيزيد 3 ل4 الحجم، يؤدي الى نيموثوركس، نيمو بروتونيوم،
فاهمني؟ لو انا فتحت 75% لمده نص ساعه يبقى انا بقى الاحسن ما افتحش كده، او لو افتح حاجه بسيطه 10 دقائق. لو فتحت 75% لمده نص ساعه هيحصل للعيان ده 3 ل 4 للكومبلاينت سبيسز، 3 ل 4 من حجمها، يعني هتفرقع، هتعمل نيموثوركس، نيمو بروتينيوم، نيموثوركس نيمو بروتينيوم باول برفوريشن. ولو فتحت له 66% اللي هو اقل بقى اللي هو ينفع افتحه له لمده 4 ساعات، الباول كافيتي هيكسبان 200%. 200% يعني لو واحد بعد 4 ساعات وفتح 66 هيبقى 200. وش شوفوا الفرق ده من مشاكله. يعني لو واحد عنده نيومو بروتينيوم يا دكتور ياسر ما تدروش، لا ما تدروش طبعا. لو واحد عنده نيموثوركس ما تدروش طبعا. لو واحد عنده نيمو ما تدروش طبعا. لو واحد عنده نيمو كفلي اوعى. خلاص. الحاجه الثانيه الاندوتراكيال تيوب. يعني ايه اندوتراكيال تيوب؟ الاندوتراكيال تيوب احنا بنملاها اهو هتتاثر بنفس القصه، والنيترس هيخش جواها ما دام فيها نيتروجين، نفخناها هواء، نفخناها هواء هيخش جواها والنيتروجين مش هيطلع. فيحصل ايه؟ اهو الفيوجن انتو ذا كافر زي الاندوتراكيال تيوب بيزود البريشر اللي على التراكيال مايكوزا، يعمل اتروفي او يعمل انجري او يعمل تراكيايتس، اي حاجه هياثر على التراكيال مايكوزا. فعشان كده تتجنبه بان انت يا اما ما تستخدمش النيتروس اصلا خالص، يا اما تملا كاف بصلاين، يا اما تملاه بنيتروس. خلاص؟ بس ما تملاهوش هواء. اخر حاجه الاي. قد يؤدي النيتروس اوكسيد لفقد الفيجن. امتى؟ في اوقات بيعملوا فيترو ريتينال سيرجري. بيحنوا غاز كده اسمه بي اف بي. بير فلورو بروبان. بي اف بي ده بيحقنوه اثناء الليترال ديتاتشمنت. فانا بحقن غاز عادي زي اي غاز. واحنا قلنا ان هو في اي غاز يروح ماسك الغاز ده ويمدده يكبره. ما عدا نفسه. ايه؟ يمدد اي غاز، يمدد الاير امبوليزم، في ناس اير امبوليزم يكبرها. عشان كده لو انا فتح نيتروس اوكسيد وحصل للعيان اير امبوليزم اقفل. اقفل النيتروس. ستوب. واقول للسيرجن وافتح 100% اكسجين. خلاص؟ في البيل فرولو بروبان ده الجراح بيحقن شويه، امتدت، كبر الجاز، ضغط على الريتن الارتري، قفله، لوس اوف فيجن. العيان الاوفسالميك سيرجري المفروض وخاصه لو الريتن ديتاتشمنت ما يديلوش نيتروس اوكسيد. خلاص؟ يا رب تكون استفدتوا من الحته دي. نكمل بقى. انا بسريعا زي ما احنا قلنا اتكلمنا في ده، واتكلمنا زي ما الدكتوره فاطمه قالت كونسنتريشن ايفكت، وقلنا ده يخص بالنيتروس والسكند جاز ايفكت، وده خاص بالحاجات الثانيه. هنتكلم بقى على الانهيبيشنال انهيبيشن من تاثيراته الضاره برضو اوف ميثايونين سنسيتيز. قصه الانزيم قصته ده بقى الانزيم ده بيخش في تصنيع الميثايونين والثايمدين والتتراهيدروفوليت زي ما انتم شايفين. يجي النيتروس اوكسيد يحبط لك الانزيم ده. يحبطه ازاي؟ الانزيم ده عشان يشتغل عايز له فيتامين بي 12. خلاص؟ الفيتامين بي 12 ده معاه كوبالت اتوم. معاه كوبالت اتوم. يجي النيتروس اوكسيد يأكسدايز الكوبالت اتوم دي. فالفيتامين بي 12 يبوظ. فالميثايونين ما يشتغلش. الميثايونين سنسيتيز ما يشتغلش. الميثايونين والتترا هيدروفوليت والسايميدين ما يطلعوش. القصه يعني قال مشكله يعني قال انزيم العبيط ده ملوش لازمه يعني. لا. ده بيبهدل الميثايونين ده. الميثايونين ده بيخش فيه تصنيع الميلين. فانت لو قللت الميثايونين ده بحاجات قليله حاجات بسيطه هيحصل سب اكيوت ديجنريشن في السباينال كورد. وده من تاثيرات النيتروس ان هو بيعمل سب اكيوت ديجنريشن في السباينال كورد. ايه تاني؟
بيعمل دورسال كولم امبيرمنت، ياثر على الدورسال كولم بتاع السباينال كورد برضه، يعني بياثر على السباينال كورد خلاص. طب التترا هيدروفوليت ده مشكلته ايه؟ التترا هيدروفوليت بيستخدم في تصنيع الدي ان ايه اللي مطلوب في الانيميا والار بي سيز، عشان كده بيعمل ميجالو بلاستيك انيميا. ميجالو بلاستيك انيميا، ووجدوا ان انت بعد النيتراس العيان ده بيحصل له، لو اهو التترا هيدروفوليت لو 40 دقيقه بيحصل له القصه دي، ممكن يخش في ميجالو بلاستيك انيميا او ميجالو فيتامين بي 12 ديفيشنسي، ولو ساعات ميجالو بلاستيك اكيد، ولو ايام اجرانيولوسايتوزيس البوم مارو مش هيطلع لك حاجه لو قعد على النيتراس ايام. عمليه طويله يعني، حاجات فيري رير قوي يعني. فده بيعمل لك انيميا، ميجالو بلاستيك انيميا، وبيعمل لك سب اكيوت ديجنريشن من السباينال كورد، وبيعمل لك دورسال كولم البيرمنت كل لما الفتره بتطول. قالوا خلاص انت ادي العيان زي ما انت كده، وبعد ما يخلص اديله فيتامين بي 12 وفولينيك اسيد. وجدوا ان فعلا الفولينيك اسيد والفيتامين بي 12 اللي بنديه بيظبط الحاجات دي، وان شاء الله تختفي خلاص. يبقى ده تاثيرات الضرر السائد افكت بتاعته. تذكره ما قلناش حاجه المره اللي فاتت، سورة محمد واستغفر اللي بيقول لسيدنا محمد واستغفر لذنبك. لما تلاقي مش سعيد، مخنوق، مش عارف تفوز، بتتأخر، في مشكلة، في حاجة. شكرا يا دكتور ياسر. ايه؟ نعم يا دكتورة ضحى؟ سامعي. أي مشكلة؟ أي يا دكتور ياسر. حد عايز يسأل؟ نعم. حد عايز يسأل؟ لا لا تمام. لا تمام. اي حاجه مش عارفه تفوز، يعني اي فوز تمنع منه سعاده، اي حاجه مهمومه مخنوقه اعرف ان في ذنوب، استغفر. الاستغفار ده يعني ليه مثلا 15 فايده. ينزل رحمه، ان ربي رحيم، ربنا بيحبك، ان ربي رحيم ودود، بتقرب من ربنا، ان ربي قريب، بتستجيب دعواتك، ان ربي قريب مجيب. عايز قوه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. ده سيدنا هود قال لقوم عاد، لو عايز قوة عضلات وأعصاب استغفر، استغفر وتوب، استغفر وتوب. بفرق طبعا من الاثنين، مش عايز أطول. ايه تاني؟ عايز فلوس استغفر إنه كان غفار، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. عايز تخلف يعني، واحد عايز يتخلف مثلا، ولا عايز بنين وأولاد، استغفر ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربنا يفتح عليك. الاستغفار ومن افضل ومن اكثر الاذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها، الاستغفار وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سبع اذكار كده النبي مأكد عليهم. خلاص نكمل. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. قدامك حاجات، موبايل وسجاره وسماعه وسايب سبحه، هي ممكن تكون يا بدعه اللي هو تسبيح الاصابع يعني، وسايب القران وسايب السواك. تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، هو ده الخير وده الادنى، ده ملوش اي لازمه. خش على المحاضره الجديده. اكسجين من الغازات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا في تخدير العيان، الاكسجين. الاكسجين ده عنده الالكترونات اللي في مجاله، غلافه الجوي، غلافه الالكتروني 8 متوزعين 2 و6. المولكولار ويت بتاعه 15 او 16، 16 8 و8 بيبقى 2 جزيئين اكسجين. ماشي. الاكسجين ده بنستخدمه، حد يعرف بنستخدمه فين؟ ها يلا قبل ما البتاع فاضل لي 8 دقايق والمشكله البتاع ده هيقف، حد يعرف استخداماته؟ سيلولار هايبوكسيا، استخدام تاني كربون مونوكسيد بويزنينج تريتمنت، لو واحد طلع من دخان ولا حاجه كان في حريقه وطلع منها نديله اكسجين. الثالثه انيروبيك انفكشن، اللي هو الحاجات اللي هو الجاز
جاز بتاع ده جاز انفكشن اللي هو اللي بيحصل لها كده زي الكامبايلو باكتر والحاجات دي اللي بيحصل في الركب وفي الرجلين. تريتمنت اوف انيروبيك انفكشن. واخر حاجه الدي كومبريشن سيكنس اللي بيحصل اثناء الطلوع الدايفنج. ها الدايفنج الدايفنج اثناء الطلوع من الدايفنج. دول الاربع استخدامات بتاعتهم. ماشي. بنستخدم الاكسجين في الاتي في الحاجات دي. الحاجه الثانيه بقى بيتخزن ازاي وشكله ازاي. البرزنتيشن بتاعه والستورج تعرفي عنه حاجه يا دكتوره ضحى؟ بيتخزن في ايه او شكله ايه؟ يعني ليكويد ولا غاز؟ بيتخزن في اسطوانات ولا حاجات تانية غير الاسطوانات؟ ها هو الناس تاهت نامت يا ضحى. الو سامعني دكتوره فاطمه؟ ايوه انا سامعاك. طب قولي بيتخزن في ايه؟ بيتخزن بيحصل له بتحضر ببراشرايزد ويبقى ليكويد وبيتخزن في سيلندر تانك. اسطوانات تانك. طيب كويس قوي. تانكات تمام. الاسطوانات بتبقى لونها اسود والشولدر بتاعها ابيض. خلاص؟ ايوه. مع العلم بقى مع العلم ان ده القديم ده الاولد سيستم. قالوا لا احنا سيبنا من الاولد سيستم ده، احنا نعمل سيستم جديد لتصنيع الاسطوانات اللي هو ده. ايه بقى؟ كل الاسطوانات هتبقى بيضاء. كل الاسطوانات هتبقى بيضاء ما عدا الشولدر بتاعه اللي بيختلف. الشولدر بس. كويس. ده الاولد سيستم ده في اليو كي. اليو كي بداوا يعملوا الايه؟ الحاجات دي بيستخدموا ده كله. خلي بالكم كل الاسطوانات ابيض، البادي بتاعها ابيض ما عدا الشولدر بتاعها. لو ابيض بس يعني كلها هتبقى كلها بيضه اكسجين. اكسجين. لو زرقاء كلها الشولدر يعني نايتروس. لو ازرق نايتروس انتينوكس. لو اسود ابيض يبقى اير. اير رصاصي كربون دايكسايد. لو براون ابيض يبقى هيلوكس. ومفيش زنون يا اسد؟ ده مفيش زنون. الزنون هيبقى كله رصاص. ما عملوش الزنون؟ قلت ده غالي قوي ما بيستخدموش حتى. يبقى زي الكربون دايكسايد. ايه ده؟ هيبقى زي الكربون دايكسايد يعني رصاصي؟ زي انا اخر حاجه وصلت لها هسيبها. اخر حاجه وصلت لها فضلت ابحث فيها دكتوره فاطمه ما لقيتش الا لون رصاصي ليه بصراحه. بحثت على اسطوانات الزينه طيب خلاص رصاص. مش عارف بقى صح ام خطا ولا واحد عمل كده الصوره. انا ما لقيتهاش في اي كتاب بصراحه. انما دي جايبها من كتب. ماشي. ده اللي على الجنب ده الاولد سيستم وده اللي عندنا عشان احنا طبعا قدما في قدما في كل حاجه فاحنا عندنا النظام ده. وده الايه النيو سيستم. الجزء الثاني بقى بيتخزن في كام؟ ضغط كام؟ اسطوانه 137 بار. 137 بار. عند درجه حراره 15. ليه بقى درجه حراره 15 دي؟ عشان هنعرف الفرق بينه وبين اللي جاي. بيتخزن بطريقه تانية اسمها في اي اي فاكيوم انسوليتد ايفابوريتور. فاكيوم انسوليتد ايفابوريتور. فاكيوم انسوليتد ايفابوريتور. ايفابوريتور يعني مبخر، انسوليتد يعني معزول، فاكيوم يعني نيجاتيف بريشر جوه. خلاص؟ ايه القصه بقى بتاعته ده؟ انا مش هشرحه بالظبط. الفاكيوم ده زي كده تنكات اكسجين مليانه اكسجين. المستشفيات الكبيره قوي بيبقى عندهم اتنين. خلاص زي كده. انا لما نقرب قوي هنلاقيه كده تنك كل ده اكسجين. عندنا احنا في الجامعه اتنين، واحد على الجنب ده واحد على الجنب ده. بس ده تقريبا اللي على الجنب ده اليومين دول موقفينه شغالين على الجنب ده. ده التنكات بتاعتنا اللي هو انت بتعدي الموتوسيكلات. طبعا طبعا الموتوسيكلات دي ما فيش هناك بقى موتوسيكلات. طبعا بره ما فيش موتوسيكلات، ده بعيد عن كل حاجه. خلاص. ده التنك الاكسجين اللي احنا بنشوفه. وبيبقى جنبيه هنا سوبر هيتر برضه هنعرفها في الفيزيكس لما نيجي نخش عليه لما نقرب قوي اهو. ولو ركزنا في الاسطوانه هنلاقي او جيج هنلاقيه اهو كانه مليان.
بس بصراحه ما بنعرفوش بالجيج بتاعه بالبريشر بتاعه لانه سائل. السائل بنعرفه بالوزن، المفروض يتحط على ويينج سكيل ويتوزن فاضي ومليان خلاص كده. بيتخزن عند ضغط كام بقى؟ ها يا دكتوره فاطمه تعرفي؟ 30 بار. مش انت لسه قايلها ولا ايه؟ لا الاستراتيجر ده ايه؟ هو ايه السؤال يا دكتوريه؟ الضغط اللي جوه الفاكيوم بتاع الاكسجين التنكير كام؟ التنكير كام؟ ده الصوره اللي جنبكم دي التفصيل بتاعه اللي جوه انسيوليتد عشان بيتكون اهو الحته الرصاصي دي معزول عن الهواء الجوي خالص. فاكيوم الضغط اللي جوه الحراره اللي جوه سالب 160 بالسالب سالب 160 عشان الكريتيكال خاص بالكريتيكال تمبريتشر بتاعته. الضغط اللي جواه 7 بار، لو فوق ال 7 بار البتاع ده بيفتح سيفتي فالف ويطلع الزياده خلاص. عند درجه حراره كام اللي انا بقول لكم سالب 160 يعني اخر يعني التانك حرارته 7 بار يعني اللي لو واحد داخل قصدي بريشر خلاص 7 بار ناقص 160 ماشي بيبقى بارد جدا. عشان كده هتلاقوا جنبي هنا سوبر هيتر يعني بيسخنوا حاجات بتسخنه. مفيش حيانه نديله اكسجين عند سالب 160 ده يموت طبعا منه. فاحنا بنديله حاجه اسمها سوبر هيتر. عشان كده لو ركزتوا في شكل البتاع هتلاقي جنبيه اللي هو الرصاصي ده، ده اسمه سوبر هيتر خلاص. خلاص بس كده 137 و7 بار في الاخر العيان يوصل له او يخش مش العيان يخش 4 بار. البتاع بتاعي الجهاز بتاعي الانستيزيا ماشين يخش له 4 بار عن طريق البريشر ريجوليتور. يبقى داخل البريشر للانستيزيا ماشين 4 بار خلاص. تعالوا بقى نشوف ممكن نستخدمه ازاي، نصنعه ازاي، بيتصنع ازاي. بيتصنع فراكشن ديستليشن اوف اير. مالكش دعوه فراكشن ديستليشن اوف اير بقى، هو كده نكمل. بيتصنع الاكسجين بطريقتين. الطريقه اللي هو اللي احنا بناخد بيها الاسطوانات والفاكيوم انسيتد ايفابوريتور ده ازاي؟ بحاجه اسمه التقطير التجزيئي للايه؟ للهواء. فراكشن ديستليشن اوف اير. ما لكمش دعوه تفاصيله، بعد الكتب ممكن تكتب تفاصيله ولا اي حاجه. هو انت عارف بس كده فراكشن ديستليشن اوف اير ازاي؟ ماليش دعوه، ما اعرفش. هو التقطير التجزيئي للهواء. يقطعه كده ويروح واخد منه الاكسجين. او اوكسجين كونسنتريتور. الاكسجين كونسنتريتور دول اجهزه عاديه تحطيها في الكهرباء، فيش عاديه تحطيها في الكهرباء كده تطلع لك اكسجين من الهواء الجوي، بتطلع لك اخرها 95% اكسجين، وبتخلي عندك تريس اليمنت اسمه الارجون. الارجون ده حاجه لا تذكر، بس انت لما بتطلع النيتروجين تركيزه بيزيد خلاص. ده ممكن نستخدمه في البيت، في الطيارات، في اي مكان. بياخد الهواء الجوي ويطلع لك منه اكسجين بسهوله خالص، بس طبعا غالي. تقريبا لسه كنت عارف ان هو حاجه 40,000 خلاص. سامعيني كده؟ ايوه. كل حاجه، ما فيش حاجه كامله، كل حاجه ليها عيوب. حد يعرف ايه عيوب الاكسجين؟ اوكسجين ديوكسيد طبعا. الاكسجين ديوكسيد اللي هو ايه بقى؟ عباره عن ايه؟ بيكون سوبر اوكسايد. يعني سيستمز حتى بيأثر على اني سيستم؟ اوكسجين كريجات على اللونج، سي ان انتو اللونج، على الايه؟ على الاي. وايه تالت؟ اخر واحد اندوكراين. لا اندوكراين بيعمل ايه يعني؟ اندوكراين لا مش هيعمل حاجه. اندوكراين ان شاء الله يعني. انا هشوف السلايد برضو، انا برضو ببقى عايز اشوف السلايد معاكم. البولموناري اي ريتن اكتر. ها وايه تاني؟ والقلنا اللي بيأثر على المخ.
على الضغط ايه؟ مخ مخ سينس مروحة قالت سينس مروحة سينس مش في النص انتوا كنتوا كلكم بتتكلموا مع بعض بالمونري ابزوربش هنكون بحرف الايه؟ ابزوربش اتلتيزس كل حاجة ليه مكانات اكسنتويشن وفايبر كاربيا اير واي اند برانكيمال انجري كل ده عن طريق الاكسجين خلاص السي ان اس كومبالجن سيريبرال فازو كونستريكشن طبعا انتوا عارفين يا فازو كونستريكشن ليه ماشي وديكريز ان سيريبرال بلاد فلو ريترو لينتال فايبروبليزيا RLF ودي اكتر في البريماتيوريتي ديبريزد الهيموبوليسيس الدين بتاع ياسر ها كل حاجه ليها مكان الدين بتاع ياسر كل ده ايه الترورين بتاع الدين بتاع الديبريزد اسمها التروبوسي اوف بريماتيوريتي ايوه اكتر في البريماتيور خلاص اكتر في البريماتيور وان كان في بعض الدراسات بتقول لك لا ده هو مش بسبب الاكسجين ده بسبب حاجات تانية ان هو البرنتر فايبر جينيتك اكتر فبتكسسربيت مع الاكسجين في دراسات بتقول كده وديبريز هيموبيسيس انا قريت بس كلمه ديبريز هيموبيسيس ما قريتش الميكانيزم قوي بتاعه بس انتوا عارفين اهم حاجه بالمونري سي ان اس على اساس ان ايه؟ بكر حد بيسأل؟ خلاص يا عم خلاص يا عم مش هتكلم كتير الهايبوكسيا بتستيميوليت الاريثروبوليسيس اوكسيا تعمل العكس؟ اه ممكن صحيح صحيح ممكن انا ما قريتهاش بصراحه بس ده تفسير منطقي طبعا تفسير منطقي وش يعني هي دي تفتيحات المخ دي تمشي اندوكراين ايه الناس اللي هيموبيوز دي تمشي اندوكراين لا هي بتقول تفسير ان زي ما هي بتخليك وانت طالع مثلا التيتيود بيحصل لك هيبوكسيا فبيحصل لك بوليس هيسيميا هيبوكسيا بيستيميليت الاس بي زي لما يكتر بيدبرس الاس بي قصدك ان هو اوبتيمم درجة معينة يشتغل فيها كويس زي فانكشن ريزيرف كاراستيكال بالظبط بس فوق كده يزود تحت كده يقلل اخر حاجة الميديكال اير من الغازات اللي بنستخدمها الميديكال اير والميديكال اير ده بنستخدمه استخداماته بس درايفنج جاز فور ميكانيكال فنتليتور او الاوبريت الباور تولز زي الاورثوبيديك دريلز بس ده بيبقى ضغط الهواء فيه 7 بيخش للمكن 7 احنا بيخش المكن عندنا 4 4 كارير ايجنت فور انهيشن وعشان نقلل الايه الاكسجين توكسيك خلاص بنستخدم الهيليوم ده بنستخدمه في ايه ها حد يعرف الاوبستراكشن اير واي اوبستراكشن الناس اللي عندهم ويزز صح ابر اير واي اوبستراكشن برافو عليك ليه بقى الدنس بتاعته اقل من لان ايه عشان الدنس بتاعته برافو بتاع الاكسجين طب قد ايه ما تعرفيش يعني الربع تقريبا ايه تقريبا خمس خمس دي بتاعتي اكتر اقل منه 5 والله اعلم بس انا فاكر ان قريتها 5 بنستخدمه في الاورتك بالون بامب بنستخدمه في الاورتك بالون بامب الهيليوم بنستخدمه فيه بنستخدمه كمان في قياس ها حد يعرف في قياس الريزيدوال فوليوم والفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي والتوتال كاباسيتي اسمه هيمو هيليوم دايليوشن تكنيك هنعرفه في الفسيولوجي انا في محاضره فسيولوجي لوحديها اصلا خلاص ولا فيزياء فسيولوجي الريزيرفواتري فسيولوجي مش هنعرفها برضو بالتفصيل بس هنعرف الفكره هنجيب في صوره كده ليها ادي الهيليوم استخداماته 3 استخدامات هنا و3 استخدامات هنا خلاص يعني الريفرنس بتاعتي تكست بوك اوف اناستيزيا وده الريفرنس الكبير بتاعي اللي انا برجع ليه بعمل محاضرات تقريبا منه ببص على كتب اخرى زي الفارماكولوجي اوف اناستيزيا
الماستر باس اللي انا قلت لكم بجيب منه بيزك اوف اناستيزيا بتاع ميلر والفيزيكس والفارماكولوجي والفيسيولوجي فور انستيست لماتسيو. ماشي؟ حد ليه اسئله؟ خلصت كده يا ياسر؟ خلصت كده؟ كفايه؟ خلصت خلاص؟ حد ليه اسئله يعني؟ لا لا شكرا يا دكتور ياسر. طب انا ليه اسئله؟ طب اتفضل اسال. واحد ليست ذا روبرتس اوف ايديال انيليشنال انستيك ايجنت. كل واحد يقول واحده. نون توكسيك. نون توكسيك لا رابط ايه كاريسيفاي صنف فيزيكال فارماكوكاينيتيك فارماكوداينامي. فيزيكال بس فيزيكال يعني قولي اي حاجه عايزاها انت تفكر كده. انا عايز خلي بالك ده سؤال بيتكرر كتير قوي. انت عايزه بقى ده الفيزيكال يكون رخيص يكون بيعيش يكون يكون يكون, يكون, يكون. قولي ايه بقى عارف يا بس تحت بقى ايه تحت كل حاجه مفيش معاه بالريزرفاتيف بيبقى ايه ما يعملش توكسيك مالوش توكسيك متابولايت مفيش توكسيك اللي هو مفيش اريتنت يعني. طب فارماكوكيناتيك عايزين بقى دي بقى لازم تقولوها كلكم لازم تقولها يا دكتوره فاطمه بعد اذنك. فارماكوكيناتيك دي شغله ازاي عشان يبقى بوتنت جامد يبقى ايه وايه 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 فيه لازم يبقى هاي اللي بتسولف هاي اللي بتسولف لا ده يبقى عنده البلاد جاز بارتيشن كوفيشنت بتاعته البلاد جاز بارتيشن كوفيشنت بتاعته تبقى قليله ماشي وايه عشان ما يدوبش في الدم والاويل جاز بارتيشن كوفيشنت بتاعته تبقى عاليه. برافو عليكي صح يبقى المولكيولر ويت بتاعه يبقى قليل. لا خلاص ده فارماكو ده لو فيزيكال المولكيولر ويت بتاعه يبقى قليل ده فيزيكال فارماكوكينيتيك اللي احنا بنقوله ده لو ماك لو برضه جاز كونسنتريشن كوفيشن بسرعه كده بقولها يعني هاي اويل جاز بارتيشن كوفيشن مينيمال ميتابوليزم ميتابوليزم ديستريبيوشن زي ديست ميتابوليزم تبع اكسكريشن بيطلع عن طريق اللنج تمام كويس قوي. فارماكو دايناميك تاثيراته بقى عايزين ياثر عليه وايه بس والسلام عليكم ياثر على المخ على المخ يعني يملك المخ اسمه وبسرعه اسمه رابيد اندكشن بس ما يأثرش على سي ان اس بس ما يزودلكيش بقى ايه وما ينقصلكيش ايه و و و و وكل حاجه سريعه نو انكريس في السيربرال بلاد فلو نو كونفالجن نو ايبيليبسي نو السيربرال ميتابوليك ريت اوف اكشن يزوده اذر سيستمز نو كارديو ديبريشن نو ريسبيرتو ديبريشن نو تراتوجينيسيتي نو ايميتيك نو كده جيبي كل سيستم واعمليه صح define ماك والفاكتورز اللي بتاثر فيه الماك يا دكتوره تغريد لسه متضافه فين انت الماك هو المينيمم البولار كونسنتريشن اوف انهاليشنال انست صح اتويت 50% او مين معرفة الكونسنتريشن ايه؟ بيعمل هلينا الاناثيتك اتويتش 50% او بيعمل بوند تو ميد لاين سيرجيكال ستيمولاي سيرجيكال ستيمولاي سيرجيكال ستيمولاي الاثنين مكتوب الاثنين والفاكتورز لا بس في حاجه مهمه جدا جدا 100% او ماك هو الاي سي 50 ايه؟ ثانية يا حمص ثانية ثانية اللي هو اي سي 50 ات 100% اكسجين ات 1 بار مهمة جدا جدا لو نسيناها برضه عادي ما فيهاش مشكلة خلاص تمام اهو الاسلايد دي فاكرين الاسلايد دي تقريبا الماك ما يطلعش منها والله العظيم التوفيق لله سبحانه وتعالى اللي موفقني ان انا اعمل اسلايد مين معرفة الكونسنتريشن في الهيشن الاسيتيك اتموسفير اكسجين الا 50% اوف امبر انديكيت السبجكت غير اكسجين انفرسري ريليتد تو ذا بوتنسي اديتيف نورمالي ديستريبيوتد ريليت للموفمنت للاويرنس والكيان بتاعته زي ما انتم شايفينها واكتر واحد
بوتنت الميزوكسيفلورين وده اتلغى عشان كان بيعمل رينال توكسيستي ويكون بلجر بيبهدل الكلى يعني. خلاص سيبنا منه. بيقل بكل حاجه بتقلل الاكتيفيتي وبيزيد بكل حاجه تزود الاكتيفيتي. بيقل بالهايبوثيرميا لان بتقلل الاكتيفيتي، هايبوناتريميا لان بتقلل الاكتيفيتي لانها بتموت بتدمر البرين، هايبوثيروديزم لان مفيش اكتيفيتي، هايبوكسيا لانها بتسمتح البرين خالص، هايبوفوليميا العيان مش قادر يقوم نفسه، الايدج عشان المخ برضه بيتعب، الانيميا عشان مفيش هيموجلوبين ولا حاجه تغذي المخ، الاكيوت الكحول لانه بيبقى عامل كاننا مديه زي كاننا مدينه دول بكام في الاكيوت، الاتموسفيريك بريشر، الدرجه اللي الدبريس زي الاوبيويد والكلونيدين والليدوكين، الكلونيدين ده برضه اللي هو الفا 2 اجونست، البريجننسي هو مش معروف ولكن هو خلاص ده هو بريجننسي بيقلله، ممكن يكون له علاقه بالفكشن زيد والكباسيتي ممكن، بيزيد بالحاجات الهايبر سيرميا، الهايبر ثايروديزم، الهايبر ناتريميا، الهايبر كاربيا، الانفانت والنيونيت الماج بتاعهم اكتر، الايدج بتاعه يعني بيزيد مع الايدج القليل، الانكزايتي، الكرونيك الكحول لانه خلاص اعتاد عليه، اي حاجه سيمباس وادرينال ستيميليشن زي الافيدرين، فايكروموسيتوما، مفيش تاثير للديريشن اوف اناستيزيا، هو الماك هيفضل هو هو، الجندر هو هو، الانيميا عشان اختلاف الكتب لكن الافضل ان احنا نقول ان هي بتقلل الافضل، هايبر تنشن ملوش علاقه بالماك، المغنيسيوم والبوتاسيوم ملوش علاقه بالماك عشان الصوديوم هو اللي ليه علاقه بالماك، الاذر تيرم ماك 95 ماك بار ماك اويك ماك انتيوبيشن. نرجع بقى الايه اللي مرجوعنا اخر سؤال، الفاكتورز اللي ما تخليكيش تستخدمي النيتروس اوكسايد، حد يعرف نفكر كده والحاجات دي عايزه لو العمليه فيها اير لو مثلا عمليه رمض ايه اللي فيها اير؟ بتقول ايه؟ العمليات اللي فيها اير رمض حقن البتاع الريتنا الريتنا ماشي والمناظير المناظير عمليات المناظير ماشي وايه تاني؟ ولو عيان عنده نيموثوركس قلنا او نيموثوركس عليكي صح. طب زي النيموثوركس عيان عنده بولي صح ولا لا؟ هتنفجر. ايه تالت؟ هو ها؟ ها؟ برايمستر فيرست برايمستر اوف بريجنسي عشان هو تراتوجينيك، انا قلت لكم ده تراتوجينيك. ماشي؟ الفيتامين بي 12 ديفيشنسي لو العيان عنده فيتامين في بي 12 ديفيشنسي، وسيرجيكال زي ما انتوا قلتوا ميدل اير سيرجري لان في هواء، نيورو سيرجري عشان ريسك اوف كيفالي فينس اير امبوليزم انكريز انتر كاب بريشر، ثوراسيك سيرجري عشان الهواء، اوفثالميك سيرجري عشان الهواء، عشان الهواء، كله ريكتر باول سيرجري افضل ما تستخدمش فيها نايترس عشان هيعمل باور ديستنشن مش هيخلي الجراح يعمل يعرف يعمل انستموزس كويس، برونج سيرجري فور ست ساعات. خلاص؟ تمام حفظ القرآن، نختم في القرآن نبدأ بيه ونختم بيه، قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القرآن يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران اللي بيحفظهم، الواحد يحاول يحفظ البقرة وآل عمران، هم في مجملهم كبار ولكنهم سهلين جدا 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 أسهل من غيرهم بكتير قوي عشان يدافعوا عنا يوم القيامة. انتوا في يوم القيامة واحد يوم القيامة يتمنى ويعني يا ريت أي حد يدافع عني، أي حد يا ريت أي حد، أي صديق ليا، أي أم، أي أب، أي حسنة، أي صورة، أي صلاة، أي صيام، هو ده اللي يدافع عنك يوم القيامة. بس كل ما تكبر العمل الصالح كل ما يدافع عنك يوم القيامة. أشكركم والحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور ياسر. تعبناكم معانا وصدعناكم بس يا رب تكونوا استفدتوا. ايه استفدنا، جزاك الله خير.